مش انا قلت لك ما تلعبش مع الاهلي هناك يا اخو هجي ابلا ابلا انساك يلا يمكن صعب النهارده اه والله صعب جدا هي هانت يا دكتوره هانت انا اهم حاجه عندي امسك الكرمين ان شاء الله يا دكتوره ربنا هيكرمك يا رب ويكرم الجميع يا رب يا رب سقف لك ولا اقف اتصور معاكم في يا جدع مالك في يا جدع من حقك تقول في ايه يا جدع وقف على جنب بص يا استاذ احنا لنا عادات وتقاليد بنمشي عليها ترضي على نفسك ان انا امشي مع اختك يا اسطى احنا في الجامعه وعاده استقامه ما فيش اي حاجه من اللي بالك فيها دي فيش منه الكلام دي لو عندكم انتوا في تقاليد فعندنا احنا في تقاليد وبنمشي عليها وبنحترموها انت انسان متخلف على فكره انا انسان متخلف تكلم باسلوب كويس انا انسان متخلف انت انسان متعلم صح احنا اصدقاء هنا عادي كل انت مش شايف الجامعه كله عامل ايه في بعضه يا استاذه محترم لو لقيتك ماشي مع اختي تاني هزعلك وهجيب ناس تزعل عليك كمان ماشي ماشي يا سيدي وانت يا ست هانة عاوزاني امشي وراك احرسك ولا ايه بالظبط حرام عليك ابوك وامك قبل ما يموتوا موصلين عليك نفسهم يشوفوكي دكتوره والله يرحمهم وانا يا بنت الناس انا بقف جنبك علشان احقق حلم ابوك وامك ليه بتعملي كده بس كانش قصدي بس لزميلي عادي طب ماشي يا بنتي الاصول انا عايز افهمك حاجه دور اللي فات كنت صغيره بتلعبي مع العيال فبهدلتك قدام العيال وجيت النهارده بالصدفه جاي اسال عليك اللي جيتي ماشيه مع واحد الله اعلم ده منين حتى شبه زي البنت كده مربي لي شعره يعني حتى ما فيش احترام منه اللي هو حتى مش عارف اقول لك ايه احنا لنا اصول ولنا عادات وتقاليد بنمشي عليها وانت فاهمه الاصول زين مش عاوزك تزعلي مني التالتي هتزعلي مني انا عاوز اشوفك دكتوره كد الدنيا فاهمه ولا مش فاهمه حقك علي يا اخويا طب يلا بينا اختي يلا ربنا يهديك